بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. فيما يخص هذا الملتقى الجهوي الثاني، هو امتداد للملتقى الجهوي الأول اللي كان في السنة الفارطة، وكنا درناه كانت المؤسسة الأمير مولاي عبد الله الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي اللي كانت نظمته، والحمد لله كان لقى واحد النجاح كبير، واحد المشاركة كبيرة. عيطنا على بزاف ديال الجمعيات على المستوى الجهوي، 5 ديال الجمعيات، وهذا العام الحمد لله حاولنا نطوروه. اولا عيطنا 7 ديال الجمعيات، كانوا غير 5، دابا ولاو 7 ديال الجمعيات، وهي مؤسسه الامير مولاي عبد الله دائما فيما كان شي ملتقى ولا شي حاجه كتشاكل بالاطفال ديالها، الاطفال ديالها اللي تبارك الله في المستوى اللي خلال السنه الدراسيه ديالهم وخلال التربيه ديالهم كيتلقاو بزاف ديال التدريب على جميع المستويات، وخصوصا الرياضه. ما يخص الرياضه، عندنا العاب القوى، عندنا كره السله، عندنا كره القدم، عندنا السباحه، عندنا الدراجه. اذا جميع الرياضات تقريبا المؤسسه الامير مولاي عبد الله للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كتشارك فيها، وهي الحمد لله مطمئنه من واحد الناحيه، لان اولا المكتب المسير هو مكتب مكون خصيصا من اباء ديال هاد الاطفال هادو ديال الاحتياجات الخاصه. يعني اذا هذا كيتسمى بحال اللي كيقولوا ما حكى ظهرك مثل ظفرك، يعني تبارك الله حنا خدامين ومطوعين، ولكن كان دائما سير، ولكن حنا دابا كنحاولوا ما امكن نسميتو زعما النادي، ونطلبوا من الناس المجتمع المدني، ونطلبوا من جميع المؤسسات باش تدعمنا ماديا ومعنويا، باش يمكننا نواصلوا هذا العمل اللي هو عمل كبير بزاف. وهاد الاطفال هادو الحمد لله فاش كنشوفوهم في هذه الحاله وهذه الفرحه وهذه المشاركه القويه ديالهم، ما كنكونوا غير مرتاحين، والحمد لله على كل حال. سي الدراز، العمل ديالكم والمجهود ديالكم واصل الحمد لله، واسم استاذ مولاي عبد الله اسم مسموع ومعروف، وتنتمنى لكم مسار موفق ونجاح اكثر في هذا العمل الخير اللي كتقوموا به، والنداء ديالكم اكيد انه غيوصل، وتنتمنى تلقاو مزيد من الخيرات ومزيد